لا أنا مالي حابب أني طلق مرتي سيادة القاضي. شفتي بعينك شو عمل فينا؟ فهميني شو يعني ما بده يطلق؟ مو على أساس أنت وياه رفقاته بس؟ شبك إياد اهدى شوي وروق. أنا مثلك تفاجأت، أنا ومجد كنا متفقين على الطلاق، بس أكيد هو في عنده تفسير للي صار. لك تفسير شو؟ ما الشغلة واضحة كتير. نحن ليش إجينا؟ مو مشان يطلقك؟ ليش قال لا قدام القاضي؟ والله ما بعرف أستاذ إياد، هالمكان مو مناسب لهيك نقاش. ايه صح، خلينا نطلع لبرا. لا ما رح اطلع، بدي استنى لمجد. اياد طول بالك، كلياتنا متوترين، بس اهدوا لتعرفوا تتفاهموا. ليش تأخر لهلا؟ قليلي ليش ما بده يطلقك؟ عم تسأليني لإلي امي؟ انا شو بيعرفني؟ لك انت كيف بتعمل فينا هيك شيء؟ يا ليش ما عرفت تطلقها؟ ليش ما بتصير تعمل هيك؟ تتذكري لهاد؟ شو بدها تتذكر؟ شو قصة هالظرف هاد؟ شو انت جاية تتمسخر علينا هون؟ فتون شبكي ساكتة؟ احكي لشوف، انت بتعرفي شو قصة هذا الظرف ولا شو؟ ها؟ شو اللي كان موجود بقلبه؟ انتي متذكرة شو كتبتيلي مزبوط فتون؟ لك انت شو عم تحكي؟ مجد ليك انا ما عاد قدرت اتحملها. استنى، انت من وين جبت هالرسالة؟ قول مين عطاك اياها؟ هي كانت بالصندوق. اتذكرت؟ اتذكري، لانه هذا الكلام طالع من قلبك. انت كنت عم تكتبي اللي حاسه فيه. نزل ايدك عنا ولا اختفى؟ وين؟ وين؟ وين اختفت؟ كل شي موجود إلا هالرسالة. لازم لاقيها قبل ما إياد يشوفها. وإذا أراها عادي، يعني شو بيطلع بإيده يعمل؟ أصلاً هو بيعرف كتير منيح أنه بأيام المراهقة كنت حب واحد غيره. فتون وينك؟ حكى معي إياد وقال لي أنه جاي المسا مشان يطلب إيدك. لا تقوليها، قال لك بده يجي المسا؟ لا ترضي، اعتذري، لأنه إذا أجى قبل ما لاقي الرسالة مصيبة. ها ما لازم توصل لإيده، لازم لاقيها بأسرع وقت. شو أعمل هلا؟ يا ربي قالوا نعم إياد.
ليكي أنا تحت، انزلي. طيب ماشي. قال إياد تحت، ليش إجا هلأ؟ شو بده مني؟ والله أنت اللي لازم تعرفي. أمي خبرتني من شوي إنك جاي. جيت لودعك. خلي الكلب معك، أكيد رح يكون مبسوط معك. ليش بدك توداني؟ يعني ما بدك تجي المساء وتطلب إيدي؟ بيأكل 3 مرات باليوم، وبيضل يأكل هيك لحتى يصير عمره سنة، وساعاتها بتكفي وجبة واحدة باليوم، وكمان فيك تطالعي مشوار كل فترة. ليش؟ أنت ناوي تتركه على طول؟ مو شايف قديش متعلق فيك؟ أخذ كل لقاحاته وما ضل عنده غير اللقاح السنوي وبس. إياد ممكن تفهمني شو قصدك؟ ليش عم تحكي وكأنه ما رح ترجع ابنه؟ لأن الحقيقة فتون. عرفت شو مكتوب بالرسالة؟ يعني مشان هيك بدك تروح وتتركني؟ إياد اللي أحلف لك بشو؟ إنه الرسالة اللي قريتها كانت ماضي وانتهى. أنا بحبك إلك، أنت حياتي. يلا بخاطرك فتون. خليك هون، برجع لك ماشي؟ استناني شوي إياد. قلت لك إني بحبك وحلمي إنه نتزوج. خلص حلي عنا. أنا رايحة معك وما رح أتركك أبداً. انزلي من السيارة. ماني نازلة. شو اللي صار؟ كأنه عدت متبكير مو هيك؟ إياد ممكن إنه ترد علي؟ يعني مو حابب قبلي ولا مرة؟ ولا مرة، ولا بحياتي كتبت هيك رسالة لأي حدا. طيب أنا اللي كتبتها، ما عم أنكر، بس افهم فتون اللي كتبت الرسالة غير فتون اللي قاعدة معك هلأ. أنا اليوم ما فيني أعيش ولا لحظة من دونك. أنا بحبك إياد، صدقني انت النفس اللي مخليني عايشة. مو طالع بايدي اي شيء لأعمله. مجد ما رح يتركك بحالك، رح يضل وراكي ليسيطر عليكي، ومشاعرك اللي ماتت تجاهه رح ترجع تعيش من جديد. لا مستحيل حبه لمجد. مانو مستحيل، ما رح حبه ورح ضل حبك والله. اياد شو صار لك؟ قلي ليش هيك عم تسوق؟ خوفتني فتون. انا بدي موت، مليت من هالعيشة، بدي ضل اركض وراكي على طول؟ كل ما عم نخلص من مشكلة بتطلع لنا مشكلة أسوأ بكتير. عم قلك إني بحبك، هالكلمة ما لها قيمة عندك؟ أنا ما فيني أعيش من دونك. فتون، فتون فيك شيء؟ فتون قومي. فتون شو صار لك؟ ردي علي فتون، مشان الله فتح عيونك فتون. فتون فتون انت رح تعيشي، بس اتحملي شوي حبيبتي. حدا يساعدني، وينكن يا ناس؟ حدا يرد علي. فتون، فتون، فتون انا معك فتح عيونك.
فتون لا تتركيني، فتون حدا يساعدنا. فتون اصحي بنتي، عم تشوفي منام، قومي. شو شفتي؟ كابوس، كابوس بخوف كتير. نفس الكابوس؟ ايه نفسه. مجد ما رد يطلقني وقت القاضي سأله، وإياد ضربه ونزل له الدم، وبعدين نحن ساوينا حادث بالسيارة. لا تقلقي بنتي، هاي أنت اتطلقتي وما ضل شي لحتى تخافي، ومجد وإياد رجعوا مثل قبل وأحسن. أمي لا عاد تشغلي بالك بهالموضوع، يعني ما بدنا نخلص بقى من هالكابوس. يلا فوق الخط مو مقبولة. ها انت منيح، بس هلأ خسرت. ليش؟ لسه ما بلشنا، شبك مستعجل؟ انا لساتني واقف وعم حمي. انت بتعرف منيح انه مانك قدي باللعب، ما راح تقدر علي. اعترف، مين علمك اصول اللعب؟ اعترف. هالحكي زمان، مين ربح؟ يلا فرجيني خبرتك. ما بنصحك تتحداني بنوب. ها اي تفضل، خليني اعطيك الدرس الاول لك لنشوف مين المعلم. يلا قرب ورجيني مراجلك. انت ولا انت مو شاطر غير بالتنظير؟ يلا بلش. شو هالظرف؟ شايت تتمسخر علينا هون؟ المكتوب وين اختفى؟ أمي! شوفي نقستيني. شو بكي؟ ليش عم تعيطي؟ شو صار لك؟ قولي لي من وين جبتي لهي العلبة؟ هاي العلبة لقيتها وقت كنت عم عزل البيت، حطيت لك ياها مشان تشوفي شو بدك تعملي فيها. كان فيها شي مهم صح؟ لا، قصدك المكتوب؟ ايه، وينه المكتوب؟ لا تكوني قريتي. يعني طيب لشو حتى تقري؟ مو كنتي على طول تقولي انه ما بصير الواحد يشوف خصوصيات الناس من غير اذن؟ كيف بتقري؟ مو عيب عليكي؟ طلع بوشي قلت لحالي بقرا. لا تطلعي فيني هيك، انا امي، حقي اعرف. يعني بكره بس تصيري ام رح تفهمي قصدي. يعني انا مكتوب علي التعتير طول عمري؟ هلا بتنبسطوا اذا حبيبي تركني؟ وليش لحتى يتركك؟ استوعبي شوي امي، المكتوب مانو بمحله، يعني اختفى مثل ما شفت بمنامي بالضبط، ورح يصير معي شغلات مو منيحه وكل هالشي بسببك. اياد رح يتركني، وبعدين رح نساوي حادث انا وياه. لك شو عم تحكي انت؟ حاجه لعفاضي، بعيد الشر عنكم، شيلي من بالك هالافكار، حاجتك وسوسه بقى. أمي ليش المكتوب مو بمحله؟ حبيبتي هدي حالك شوي وقعدي لنحكي. ايه هاي كل شي عم بصير مثل ما بدك، من شو قلقانة انتي؟ هاي طلقتي الحمد لله، وأبوكي ما عنده علم باللي صار نهائيا، صح كلامي؟ يعني صار فيكي تتزوجي إياد وانتي مرتاحة؟ لا
أنا ما رح يرتاح بالي أبداً غير لحتى لاقي المكتوب، عم تفهمي؟ أنتي يلا دوري وين ما بدك، بس المهم إنه يلتقى اليوم لأنه صار لازم أمشي وعندي شغل. تأخرت كتير فتون، تعرفي إيدي مربطة وعندي جهازك وتحضيرات العرس تبعكم كمان. شو رأيك نبلش من اليوم؟ ما بدنا ننعجق قبل العرس. عرس مين قصدك؟ من شوي إياد حكى معي وقال إنه جاي المسا يطلب إيدي. مستحيل، اوعي ترضي. شو؟ ليش؟ شو؟ أنت شو عم يدور براسك؟ نسيتي إنه صرعتي راسنا لو وصلتي لهاللحظة؟ خليه يجي، أهلا وسهلا فيه، وبتلبسوا المحابس كمان وبتتزوجوا وبتروحي بقى بالسلامة. أمي أنت ما بدك تفهمي علي؟ عم أقول لك شفت شو رح يصير معي بالمنام، مو اليوم، يمكن بكرة يمكن بعده، ما بعرف. أنا رايحة هلأ، وإذا بتلاقي المكتوب بتريحيني. بولين فرح ابنك يا حباب واشتري له بالون. بولين اياد، بولين ملونة والايام ملونة، قرب على البولين. مرحبا. وين الكلب تبعنا؟ يلا جاوبني، قلي وينه، شو ما جبته معك؟ بالبيت، ليش لجيبه معي؟ هيك مجرد سؤال. انت كيفك؟ انا منيحة، انت قلي شو اخبارك؟ شو مخبي وراك؟ قلي شو جايب معك؟ قول الحقيقة، لا تكذب علي، قول وين لقيته. يلا شو الموضوع فتون؟ بيظهر الليلة انت مانك نايمة منيح، ليلي شو صاير معك؟ لك قلت لك ورجيني شو مخبي ورا ظهرك وريحني. يلا شو رأيك؟ حلو، بعرفك بتحبي لهيك جبت لك. ايه ماشي، يسلموا ايديك اياد. خبرتك امك يوم المسا جايين لعندكم؟ ها بتشرف، اهلا وسهلا، بس مو كأنه انت مستعجل كتير اياد. انا اللي مستعجل؟ مو انت اللي صرعتيني لاجي؟ مو هيك قصدي، انا ما بدي تيجي وتخطبني بسرعه. رح اقول لك شو قصدت. شوف انا ما بدي تتقدم لي بطريقه تقليديه، فهمتني؟ بدي مثل الاساطير تعرض علي الزواج بطريقه رومانسيه، بعدين انا رح اقبل عرض الزواج. خلص خلص اجله، مو اليوم. اها، يعني بدك نعمل مثل ما منشوف بالمسلسلات. ايه بالضبط، هذا هو قصدي، مثل ما بصير بالمسلسلات. انت كان لازم تفكري قبل ما تربط الخيط بالدرج. بس ما بعرف ليش عم تتهربي من الموضوع. معقول هالحكي اياد؟ انا اتهرب؟ والله زعلتني، عيب. شو هالحكي؟ القصة انه انت عندك افكار كتير رومانسية، فهمت علي؟ يعني فكر لك بشي قصة تكون حلوة وجديدة. ايه وبس تجهزها فورا خبرني. باي. وين رايحة؟ شو نسيان؟ عندي شغل وتأخرت كتير بالإذن. طيب اطلعي معي لوصلك، بركي منفكر سوا شو رح نساوي. يلا تعال. تفضلي. عفواً، إمتى رح نشوف باقي المجموعة؟ رح تشوفوه بأقرب وقت، بس عم نستنى ليخلص آخر تصميم فيها. مثل ما بتعرفوا دارجة سرقة التصاميم، منشان هيك نحن محافظين على المجموعة بكامل السرية. طيب وين الأنسة فتون؟ مو هي المصممة؟ بصراحة كنت حابة أعمل مع لقاء. تعاملنا مع الأنسة فتون انتهى، وهذا التصميم من المجموعة اللي رح تشوفوها بالعرض، من تصميم الأنسة ريما. معقول الأنسة ريما؟ يعني ليش مستغربة كل هالقد؟ العمى. Thank you.
هلا معقول المشغل بهيك مكان ليكون خربطنا بالعنوان؟ شو رأيك نعمل بعرسنا مثلهم أنا وياك ومنرقص الحارة كلها؟ وشو رأيك بحصان أبيض؟ إيه ممكن، ليش لا؟ آه شوف شو كاتبي. فتون؟ فتون شو بدك فيهم؟ طمن، رايحة أتفرج عليهم. تعال شوف، أول حرف من أسمائهم مثل أسمائنا. قرب، تعال يلا. لك اسمعي، هلأ تتأخري على شغلك. إياد، شوف أنا اللي مسكت الباقة، ومن بين كل هالصبايا اجت لعندي انا. عرسي بعدها. ليك شفتها؟ سجاد عجمي يا سجاد، يلا عالسجاد. ليكو هون، أخيرا وصلنا. انت شايفتي مكان مناسب لتشتغلي فيه؟ خرج يكون مشغل أزياء يعني؟ منيح. مو ظابط، معك حق. فتون، ليك اسمعيني منيح، خلينا نرجع. انتي ما فيكي تشتغلي بهيك مكان؟ ما بقدر، انا ما فيني ضل بدون شغل، لاني انا ماني وحده غنيه مثلك، وعندي احلام بدي احققهم. بس لا تخاف، انت اول حلم لإلي. دعي لي تعجبهم تصاميمي. ان شاء الله ما يعجبهم شي بنوب. والله بزعل منك. ها قومي انزلي لنشوف. شو هالمشغل هذا؟ بحياتي ما شفت مثله. لا تدقق على المنظر، ان شاء الله ما يكون المشغل من جوا مثل برا. فتون بلالك يا والله احسن، هذا المكان ما بيناسبك. ما صدقت وصلت. روح اذا بدك. لك اصلا نحن لسه ما شفناه، واذا ما عجبني رح شوف غيره. اياد خلينا نفوت، ممكن تكون هي الفرصه كتير منيحه الي، الاحسن فوت واستغلها. شو قلت؟ رح تجي ولا لا؟ يلا. يا أهلا وسهلا. مرحبا، جيت لهون مشان أعمل مقابلة شغل. بس المدير مو هون هلأ، وما بعرف إمتى بده يرجع.
لحظة، أحسن شيء سجلي لي رقم تليفونك وتركي السي في تبعك. ومن خبرك أنت تشتغل عارض أزياء يا ترى؟ بعدي لأشوف، هاد مو شغلك مفهوم؟ أعطيني قلم من عندي. طالما زعلتي معناها بيهمك. شو قصدك؟ قصدي هالشاب بيكون خطيبك يعني؟ اي صح، هالشاب خطيبي. الله يحمي على هالشخصية وياخد كل مين حاطت عينه عليه. بس لابقين لبعضها، تقولي خلقانين لبعض. اي شكرا. خلص ميسون، تركيهم بحالهم بقى، شو صار لك؟ معك حق تضحكي خالي، مبين علي غيورة. لا تخافي، هي متزوجة صدقيني، وعندها رجال طول بعرض وبتموت عليه كمان. وأنا اطمني ما بخوف، لساتني صغيرة، ما طبقت العشرين، بكير علي. ماني غيراني، بعدين من مين بدي غار؟ معناتها إذا زبط شغلك معنا ومن بعد إذنك طبعا تسمحي لنا نتعرف على الحلو. أنتي مجنونة يا بنت؟ شو حكينا بالله، يعني هو مثل القمر ما شاء الله عليه وما بينشبع منه. هاتي من إيدك يلا. العمى، شفت بعينك هالمصروعة بتحكي أكتر مني، أنتوا بتظلموني على طول. والله بهي معك حق. وأنت كمان شو رأيك تعطينا رقمك؟ يعني إذا ما قدرنا نوصل لك من قل له يخبرك. ما في داعي، لا تعزبي حالك، رح أترك التصميم أعطيهم للمدير. لقلي هذا التصميم، أنا واحد منه. هات حبيبتي، شوفي اللي لونه أحمر، طلعي منيح. شو جابوا على المشغل؟ لك رح أدفع لك ياهن، اصبر علي يا زلمة، بس لا أقبض بعطيك مصاريك وفوقن زيادة كمان. مو كل شوي دقلي، ما رح أهرب، فهمنا؟ هذا انت ريما خوفتيني كثير. قلي لي شوف، مع مين عم تحكي ومتلبك؟ مع البنك، بتعرفيني مديون، لا تشغلي بالك. هذا ايميل من مونيكا. ما شاء الله سافرت وبالها هون، شو بدها؟ مصيبة. شو القصة، شغلتي لي بالي احكي؟ بدي يعني أحكي الحقيقة، بما أنه بلش التسويق لمجموعتنا وأعترف أنه التصاميم لفتونه معي بس ساعة واحدة. إيه مو مشكلة بنوم، شوفت عينك، ما ضل ولا صحفي بالصالة، خلص العرض ومشي الحال. عروة قال إذا أنا ما صرحت هي رح تصرح. سافرت وما خلصنا منها؟ شو رح تعملي هلأ؟ لك بعدي عن هالفصام بقى، شو صرت رح تشقيه؟ هذا ما له تصميمك، روحي بلشنا هلا. بعدي من وشي احسن لك. ها بس يجي مديرك، انا بعرف شغلي معه. المدير مانو هون. ليش واقف؟ احكي لك شي كلمه يلا. لك فتون اهدي شوي، تركيني لانه لسه ما بتعرفيني. بعدي من وشي، اياد تصرف معه. شو اعمل فتون؟ لك اطلب الشرطه. شو؟ ليش الشرطه؟ ما بيصير هالحكي. دقيقه رح ارد على الموبايل وراجعت لك. ها شفتي زميلتي عم تتصل من الشغل. شو بدك ريما؟ فتون اسمعيني منيح، طلاقك من مجد خلاكي ترتاحي، بس أنا ما رح لعنك بنوب. هلأ أول ما سكر تتصلي بمونيكا خانم وبتبعديه عن طريقي، عم تفهمي؟ وقال له بتصل بأبوكي وبحكي له كل شي، وبتعرفيني بعملها. يلا ريما. كأنه زعجتك هالمكالمة؟ اياد انت على شو عم تتفرج هلأ؟ صورة امي شو عم تعمل هون بالمشغل؟ اياد امك مصممة ومشهورة كمان، يعني شي طبيعي كتير انك تشوف صورها بالورشات. مين اللي اتصل؟ ومين في غيرها؟ البلوة الكبيرة ريما. طيب شو رأيكم اعملكم كاسة شاي؟ اسمعي مني، منقعد ومنفضفض لبعض، انت بتحكي لي عن مشاكلك وانا بعدين شو بدك احكي لك؟ بحكي لك عن حب حياتي. لا شكرا لك، ما في داعي تعزبي حالك ابدا. ماشي ساوي شاي، بس حليه منيح وتقليه. شو صار لي أنا؟ ما رح أشرب شي من هون، كمان بكل وقاحة سارقين تصميمي وبدكم تشربوني شاي؟ قلة أدب. بعدي ما بلحق أخلص من ريما بتطلعي لي. اهدي شوي، هذا مو تصميمك. شو عم تعملي؟ لك بعدي عنه بقى، ما بصير تعملي هيك. شبكي بكفي هيك، بتنزعي. بعدي أحسن لك. عم قلك اتركي رح تجلطيني. ها ايه انتي
شو عم تعملوا بالفستان انت وياها؟ مينو هاد؟ هذا المدير منيح اللي شافك. ليك استاذ، مو معقول هذا الفستان من تصميمي، فيك تفسر لي شو عم يعمل عندك؟ ايه كتير منيح، مشان هيك معصبة ومتضايقة بدل ما تيجي تشكريني. فسر لي أكتر بالله. بقصد انه لازم تفرحي لانه اجا مين اشترى تصاميمك وعم يشتغل عليها كمان. وين المشكلة؟ فوق ما خدمناك يعني؟ اياد سمعت كلامه؟ لازم اتشكروا على السرقة تبعه، فعلا بيستحق الشكر. مفكر حاله روبن هود، بياخد من الأكابر ليعطي الفقراء. انت حرامي شهم، شكرا لك. عم تتمسخر علينا ولا شو؟ بنوب، انا شغلي كله بروح للأكابر والمحترمين. اياد يلا خلينا نروح، احسن ما اخلص عليه وتضطروا تروحوا على الحبسة تزوروني. وقح، استني شوي. لوين؟ وشو بدكم بهي الصورة كمان؟ هاي صورة امي وما بتنحط بمشغل للحرامية. هاي امك؟ هات الصورة من ايدك، ورجينا عرض كتافك. نقلعو. ليك لا تغلط احسن لك. اطلعوا لبرا. مو قبل ما اخذ الصورة معي. لاخر مرة بقول نقلعو من وشي لبرا. اهدى، لا تفكر انه نحن رح نسكت لك رايحين نشتكي عليك للشرطة. ايدك وما تعطي، عم استناكن. اياد يلا خلينا نمشي. خلص امشي اتركه. يلا يا صبايا ارجعوا على شغلكم. يعني معقولة تفضحني بالصحافة وتحكي الحقيقة كلها؟ انتي لسه ما بتعرفي يا لمونيكا ابدا. طبعا بتعملها. طيب رنيم خانو، ممكن تحكي معها انتي؟ لانه اذا صرحت بهالشي رح تنزع سمعة الماركة كلها، مو بس من شاني انا. المجموعة لفتون ريما، مو لإلك انتي. ما في حل قدامك غير انك تعترفي بهالشي لنطلع باقل الخسائر. كيف يعني؟ يعني بدك تعترفي انك سرقتي المجموعة يا ست ريما، وإلا مونيكا خانم ببساطة ممكن تخرب بيتك. ما ضل قدامك مهرب بنوب. ليكي، نحن هلأ لازم نروح نشوف محامي ونحكي له القصة كلها حتى نعرف كيف بدنا نشتكي عليه. شو صار لك فتون ما عم بتردي؟ أوف، شو بدي أحكي؟ أنا ما بقدر اشتكي عليه. ليش؟ لأنه التصميم ما نقلي. طيب ليش اتخانقتي معهم إذا التصميم مو لإلي؟ هو بيشبه تصميمي بس مو لإلي. لكان لمي؟ لريما. كيف؟ لريما؟ خلص بعدين بحكي لك، لا تشغل بالك بالموضوع مو وقته. أنا رح أتصل برنيم خانم وهي بتقرر شو نعمل. ها هاي ابن الحلال عن ذكره بيبان. ليك اتصلي. اهلين رنيم خانو، شو بدي اجي ساوي ببيت الموضة؟ جاي فورا مثل ما بدك. يلا بشوفك، بدها تشوفني ضروري. ليش؟ بس روح بتخبرني بالقصة، بدها ياني ضل على اعصابي، يمكن بدها روح اعتذر من ريما. ماشي يلا تفضلي امشي. Yeah!
أهلين وسهلين. بابا خير؟ شو بدك تسافر؟ بدي سافر لوين؟ هلأ موقت السياحة ابني، ممكن بس ترجع الشركة مثل قبل بفكر. كثير منيح أنت وقفت جنبنا بهالمحنة، وطبعا مشكور على هالشي. بس فهمني ليش هيك لابس، شو القصة؟ بصراحة قلت لحالي بهالفترة خليني واقف معكم. طيب حلو كثير هالحكي، بس يعني شو علاقة هاللبس بشغلنا؟ لأنه يمكن اطلع على المشاريع وشوفهم معكم، مشان هيك حبيت كون جاهز لأي شيء. طيب والنادي تبعك؟ يعني مو ضروري أنا أتواجد على طول، فيهم يدبروا أمورهم بلاي. بصراحة أنا حابب ضل معكم لحتى تستلموا مشروع جديد وتشتغلوا. ماشي إذا هيك بدك، مو مشكلة أبدا. أهلا وسهلا. أهلين فيك إياد. وينه لهلأ؟ يعني رجعت المي لما جاريها بيناتكم؟ أنا بقصد من شان قصة فتون. هالموضوع تسكر وحاليا ما في شيء. كتير منيح هلأ ارتحت. تعرف كنت خايف تتعلق بفتون أكتر وتحبها وما ترضى تطلقها، وقتها بتكون مشكلة كبيرة. بابا رح لك شغلة مهمة، إذا إلي نصيب بشي بهالدنيا فرح أخده أكيد. أنا عندي ثقة كبيرة بهالحكي ومآمن فيه كمان. إذا جايبتني لهون مشان اعتذر من ريما بتكون غلطانة كتير. أهلين بالحلوة منورة مثل العادة. ليش حرمتينا انسك كل هالفترة؟ المكان مو حلو بلاكي والله. شو قصتك انت قلي؟ ولا شي، بس عرفنا قيمتك واشتقنا لك يا حلوة. رنيم خانم بالمكتب؟ طبعا وهي بانتظارك فوق. شوفتك بتعكر لي يومي. انت ليش اجيت اياد؟ اجيت شوف شو بدك منا. تفضلوا. فتون بدي اياكي ترجعي على الشغل فورا. ليش بقى؟ بدون ما أعرف الأسباب مستحيل إنه أرجع. بعتذر يا خانم، بدك أرجع مشان تحطيني مساعدة لريما؟ أنا ما بدي أشتغل وبفضل موت من الفقر ولا أشتغل تحت إيدها. خلصتي؟ ريما قدمت استقالتها. شو بدك أكتر من هيك؟ نالت جزاتها، خرجة. المهم أنا ما رح أرجع على الشغل لو شو ما صار، لأنه بعد كل شي عملتيه فيني لقيت إذا بترك بيكون أحسن لي. طيب ومونيكا خانم؟ هي أكتر وحدة رح تفهم علي. Thank you.
شو صاير معك؟ ليش جبتيني لهون بهالسرعة؟ أمير قلعوني من الشغل وحاسة حالي كتير متضايقة وبدي إياك توقف جنبي بهالفترة الصعبة. طيب ليش ما اتصلتي بحدا من أهلك؟ أنا شو إلي علاقة لتتصلي فيني؟ شبك أمير، مو أنت رفيقي، هلأ عالطريق بحكي لك كل شي. بس أنا هلأ عم بشتغل مثل ما أنك شايفة، ماني فاضي ريما. أمير عم قلك إنه متضايقة كتير وقلعوني من الشغل اليوم. الله يعوضك بأحسن، ما قلنا شي، أنا شو إلي علاقة بالموضوع؟ ليكي، مبين إنك فهمتي اللي صار آخر مرة بيننا بطريقة غلط. اللي صار بيناتنا ما بيعني إنه نحب بعض. أنتي مانك حبيبتي، لازم تفهمي هالشي منيح. ويا ريت ما بقى تتصلي فيني أبدا. لحظة أمير، طيب خلاص منضل رفقاته بس. لو سمحت أمير خليك لا تتركني.